معنفة من طرف الجوج ديالي، و كان عندي ضغوطات كثيرة في أن حملت سوق على هذه المشاكل ديال العنف في داخل الجوج ديالي، ما بغيش الأطفال. ومن بعد وقع كثير هذا درجة كنت ناوية الانتحار. ومن بعد خرجت في الوقيته اللي غادي ناحيه الضرب، بزاف الاشكال ديال العنف من الجسدي وبين الهذا المعنوي بجميع الوسائل اللي تعرضت لها. كنت حامله وكنت غادي نتقاسى انا من الشر من هذا الشرجم ديال الدار، كنت غادي نتقاسى الزنقه باش غادي نقد راسي، لانني كنت هذا العائله ديالي مكنتش نشوفهم حيت ممنوع ليا الخروج. من بعد وقع لي هذاك من حمل من ولات هذا ضاع لي الابن حيت كان عندي توأم، ضاع لي الابن وقتل لي البنت. ومن بعد تجت صافي ما هذا وانا تندير طلاق اتفاقي غصبا عني، تنزلت على حقوقي كامله باش غادي نخرج نقد راسي، ماشي تنزلت علي بالاراده ديالي، تنزلت علي بان باش نقد راسي. من بعد واحد السيده الله يجازيها بخير قالت لي سير لهذا الاتحاد النسوي اللي غادي اللي تساعد بزاف الناس المعنفات وداك الشيء، سير لعندهم. من جيت لعندهم الحمد لله لقيت طيبوبه وبحلي في الدار ديالنا، وواحد المساعده اللي عطوها لي المعنويه والماديه وكل شيء اللي بغيتها تيوفروها لي، والحمد لله انا في معايا بنتي وفي الحمد لله ولات تبارك الله، راه كانت عندها خمس شهور وجيت لهنايا، هي الحمد لله عندها ثلاث سنين دابا ونص، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. انا امنيتي القضاء على العنف، وامني القضاء على العنف هناك استراتيجيات موضوعه، هناك مقاربه تشاركيه ما بين كل القطاعات الحكوميه، يعني هذا الباب هذا الملف تاع محاربه العنف على النساء كل القطاعات الحكوميه منخرطه فيه، وذلك من اجل الحد من العنف ومن اجل محاربته ومن اجل في يوم من الايام القضاء عليه. والقضاء عليه انتم تعلمون على انه العنف هو يعني عالمي، ماشي عارف في الدول العربيه ولا في المغرب وحده، هو العنف موجود عالميا. وكنتمنى زعما انا امنيتي في يوم من الايام تكون تربيه حسنه للاطفال، لان باش نقضيو هذاك الجيل اللي جاي خصو يكون جيل متشبع بثقافة لا عنف، بثقافة التسامح، متشبع باحترام المرأة، باحترام إنسانية ككل، يعني أن تكون متشبع بثقافة حقوق الإنسان، حيث لما نتشبع بثقافة حقوق الإنسان أنا ذاك نعرف على أن المرأة هي جزء من هذا الإنسان، وهي لها يعني إمكانيات ديال أنها تمشي بهذا المجتمع، لأن المجتمع هو برجاله ونسائه. المرأة والرجل لهم يعني واحد ثقافة عليا، ولا ثقافه ديال محاربه العنف وثقافه يعني ديال التسامح، ويربيوا عليها وليداتهم ويكون هناك تسامح في البيت وفي الاسره لبناء اسره متماسكه. نحن نسعى لبناء اسره متماسكه، حتى احنا في المراكز لا نريد تخريب البيوت، نريد بناء بيوت مبنيه على المحبه، مبنيه على التسامح، مبنيه على ثقافه اللا عنف، مبنيه على احترام حقوق كل واحد يحترم الاخر. بالنسبه للحالات اللي تيتقدموا عندنا هنا في المركز، تيدوزوا في الاول تتشوفهم مدام البتول المسؤوله على مركز الاختصاص هنايا، وهي تتحدد واش هذه الحاله هذه محتاجة للعلاج النفسي، اوتوماتيكمون تيدوز عند المعالج النفسي، كاينين بزاف هنا في لو سونتر. سينا تتكون الحالة المعرضة للعنف، السيدات المعرضين للعنف هما اللي تعبروا على الحاجة ديالهم انهم يتلاقاو شخصيا بالمعالج النفسي. في كلا الحالات حنا تنستقبلوهم، تنديروا اون بريز ان شارج ادابتي لو بوزوان ديالهم، حيت غالبا الحالات المعرضه للعنف تيكون عندها ان تروماتيزم ابري اللي تيحتاج اون بريز ان شارج ان اكومبانيومون باش يقدر يتقبلوا داك العنف اللي تعرضوا له، وتيتادابطاو مع الحياه ديالهم الجديده، حيت جينيرالمون ما تيجيو عندنا لهنايا الا وباغين يوقفوا هذاك العنف، باغين يبدلوا حياتهم، باغين يعيشوا حياه افضل، لان هذاك لو تروماتيزم تيقدر يرتب عليه
اكتئاب، هذه حاجه اللي تنشوفوها بزاف هنا في لو سونتر. الاكتئاب اللي يقدر يؤدي الى انتحار، اللي تقدر يؤدي بعض الحالات اللي المراه المعنفه ما تقدرش هي تربي وليداتها كما كانت باغيه. دي فوا توصلوا حالات انهم ما باغيينش، ما قاديينش على وليداتهم. هاد السيدات يكون اصلا عندهم احتياجات نفسيه اجتماعيه، خصوصا ملي تيكون لونفيرونمون ديالهم ما مساعدهمش، لونفيرونمون ايكونوميك فاميليال ما تيكونش مساعدهم، تيجيو تيلتجؤوا لينا هنايا في المركز. تنخدموا اون كولابوراسيون مع الجانب الجمعوي، الجانب القانوني، الجانب النفسي، باش يعاودوا يوقفوا على رجليهم، تيحيي هاد المعاونه هذه تتحيي فيهم الامل انهم يقدروا يكونوا اوتونوم، انهم يقدروا يدافعوا على راسهم، ويلا دافعوا على راسهم راه تقدر تكون نتيجه لذاك العمل ديالهم. المهم ان تيجيو ديك الحالات تيجيو حتىهم تيتعلموا هاد الصنعه، منها تيعاونوا راسهم، منها حتى الحاله النفسيه تتولي تيتجمعوا هنا تيوليو بحال عائله. يعني تلسة تخيط هكا جليلبات ولي تعاون في دارها، تولي معاونة راسها تخيط جليلبات تخيط فيطنات، والمهم هذاك الشيء اللي تدفعو اللي كتب الله تتشدو وتتعاون به وليداتها. ها انت سيدي تدو هاد الشيء، كاين جليلبات كاين قفيطنات